مساء الخير. يسعد مساهم الجيكس. Good evening. هي هيك اللعبة بدون صوت؟ أنا سامع صوت هوا. وشكله إنه حناكل هوا. هلا والله باوس، هلا بغلا بوليد كويت، اهلا وسهلا. اهلا عبدو وريزر وبرهوم، هيا الله وسكر، ويلكم جيكسو. شلونهم الحلوين؟ شخبارهم؟ ان شاء الله كويسين واموركم تمام. مساء النور يا ريم، مساء الحمص يا مثنى. اهلا مصطفى ومخضرم وعمر. البث برعاية صور سايلنت هيل المسربة اللي اخذت عائلنا وحذفناها لانه خفنا ناكل سترايك من خالته كونامي. اهلا ميدو. حمرا يا طماطم، احلى انشارتد. حمرا يا طماطم، شو كاش حكى هداك؟ في جملة حششت عليها، في جملة حششت عليها. يسعد هالمساء أحلى فجاكس، ملك الإيموجيز. إيش حكى؟ قال إيش؟ إنه في واحد شفته مبارح ومش عارف ليش بشوفه كل يوم. شو هاد؟ إشي زي هيك يا ويلي، حششت عليه متت. وعليكم السلام أحلى قرشي وأحلى حمود، يسعدك. سلام دكتورة ريبكا. أرجتو. هلا رائد. Peace be upon you. Peace be upon you too. وبركاته. أنا جائع. هلا بتاخذ لك عشوة من هاللعبة، شوية صرعة متبلة بشوية خرعة، تيجي جاهز. أهلا أم، أهلا أحمد. Hopefully you're safe in Palestine and wish you the best. Thank you Eternal Night. الله يسعدك. متى بليتش؟ إن شاء الله ستريم تويتش القادم. إيتشيغو، أنت بس هذا سؤالك في الستريمات ولا إشي؟ كل ستريم بس هذا سؤالك، ما فيش مرحبا، فيش كيف الحال، سلام عليكم. متى بليتش؟ تذكرت تويته لملزلز قبل ما يقول السلام على متى ناروتو، صح؟ حششت عاي التويته تبعته. السلام على متى ناروتو. صباح النور يا مشراق. انا ما لعبت سلسلة سايلنت هيل ابدا وناوي العبها، اي جزء بتنصحني ابدا فيه؟ الاول. بكل صراحة الاول، شوف العب الاول بعدين العب الثالث لانه الثالث تكملة للاول، وبعدين العب اوريجينز لانه بيعطيك قصه ما يعني شو صار قبل الجزء الاول. انا هيك بفضل. بعدين العب اللي بدك اياه، العب ثاني رابع خامس سادس لانه كل جزء منفصل. فاول انا هيك، انا برايي هيك، اول ثالث عشان تعرف بالضبط شو صار بعد الاول مباشره، بعدين اوريجينز اللي هو ما قبل الاول، وتفهم ليش هيك صار في الثالث. بحس اوريجينز اوكي، هو اسمه اوريجينز والبدايه، بس بحس انه لما تلعب الاول والثالث رح يكون عندك تساؤلات، بتلاقي اجوبتها في اوريجينز. هيك رايي. اهلا ميمير، اهلا شادو، موبايل شو واتساب، اهلا نبيل جي جي. ام ساري عليكم السلام. ولا يهمك يا احمد حسان، موفق بامتحاناتك. متحمسين لبليتش؟ والله وانا، والله وأنا، بس كل شيء بوقته حلو معلم، كل حاجة بوقتها حلوة. ومساكي أحلى بودي، وعليكم السلام MQH539، يسعدوا. أهلا يا أحمد الباتي، عليكم السلام. ختم لعبة سايلنت هيل الجزء الرابع؟ ختمتها يا نبيل، موجودة على هاي القناة، ختمتها هي والثالث والثاني يس وأوريجينز وداونبور، كل أجزاء سايلنت هيل ختمتها على هذا القناة كلهم، والله كلهم. شيش. اهلا ابو مستور عليكم السلام.
اهلا ايفا، مساء الرعب، مساء الصرع، حيا الله عبد الرحيم، عليكم السلام يا جميل. اوكي اصحابي، هيا إلنا 5 دقائق. اليوم سوف نلعب لعبة رعبية مخيفة لمطور لعبنا له لعبة قبل هيك اسمها Within Scary، موجودة ايضا على هذا القناة ومن اكثر الالعاب اللي خلتني اعمل واه هيك. هاي الاستوديو اللي هو تيرن فيكس جيمز، مشكور الاستوديو بعت لي كود لهاي اللعبة، لعبته الجديدة اللي هي اسمها Is Simon There، هل سايمون موجود؟ بعت لي الكود لهاي اللعبة، مشكور، شكرا كثير يا تيرن فيكس. حسب ما فهمت من البلوت انه في اب بدور على ابنه سايمون وبتصير شغلات غريبة في البيت، شو صار في ابنه شو صار في الاب ما اعرف. ولكن الستريم اليوم برعاية حبيبنا منتسب ستارز الجميل عبد الكريم محمد اي كي اي نوت سو دي لفي، شكرا لانتسابك يا جميل، شكرا لدعمك. و جاهزون؟ هل انتم جاهزون؟ انا خايف مان. Within Scary لعبتهم اللي قبلها صرعتني والله. ف From beginning from checkpoint. اصلا ما شغلت اللعبة انا، شو checkpoint؟ والله ما عملت تيست. يلا ان شاء الله خير. For the best possible experience, use headphones. Play in the dark and play the game alone. Estimated completion time is 40 minutes. This game also includes an automatic checkpoint at the midpoint of the game. Have fun. No, I'm not gonna have fun. Hi, is Simon there? Hi, yes, please. I'm looking for Simon. Is he there? الصوت ذكرني، الصوت ذكرني بريزدنت ايفل 3 نيمسيس لما نقاتله في المزبلة، مش بيصير في زمور انذار؟ بضلني ألحن عليه هاي اللحن التلحينة. anyway ايش او او هذا ليش هيك بيمشي؟ هذا بيطير طيران. هاي انت ايش هو وضع؟ Why is my clock so high up? I need a dining chair to reach it. او بدنا كرسي بقول. اللي صار انه كأنه حدا متصل تليفونه وبيسأل على سايمون، قال سايمون موجود؟ لو سمحت سايمون موجود بدي احكي معه. بس ما اجا رد. بيتنا كرسي للألارم المزعج. هلا هلا هي هي. The door is حمص. أنا على فكرة من الشغلات اللي بحبها في هذا الاستوديو إنه إذا ملاحظين الشاشة مغبر، يعني مش مغبرة، مطبعة، يعني ما بعطيك، شايفين هذا في بقع، بحس هاي الشغلة تعطي شوية واقعية للموضوع بزيادة. يعني لفتت نظري في Within Scary. Within Scary كانت صرع، فالله يستر مان. يي ليش هيك مستعجل الساعة هاي؟ طولي بالك طولي بالك طولي بالك، الوقت بركض ركض، مش ناقصه مش ناقصه، بفكر اليوم الخميس بطلع السبت. يي شو هالساعة؟ على فكرة هاي الساعة بتجيب الإحباط، حلي عني، كتير سريعة العمى. نو بابا خضر، أنا خايف بس لسه. مين؟ بريس اي لانفنتوري اتشاف رمض حمص. مين كان عنده نفس هذا التليفون في بيته؟
حي الله محمود شناوي، واتساب مان. انا متاكد اذا ما كانش كل اللي في التشات، ف 99% من التشات وايضا اللي بيحضروا هذا الستريم كان عندهم هذا التليفون، لانه احنا عندنا كان عندنا واحد زي هيك، وكنا نسجل اسماء الدايل اب السريع فوق في الابيض، تحط مثلا بيت مش عارف مين، بيت مش عارف مين. انا صح؟ تليفون بس بيرفكت بيرفكت، دائما براند فيليبس. الله يرحم ابوك يا مودي، يسعدك. الا نانا تشان، هيا الله يا ربيعي. تليفون، ذكريات الطفولة راح يتم نسف هالذكريات هلا. هذا دواء؟ دواء على المفرمة تبعت اللحمة؟ ايش؟ سلطة؟ بدل ما يحط مثلا فاصوليا حمراء بحط مثلا مضاد اكتئاب؟ تفضل، سلطة سيزر سلط مع شوية مضاد اكتئاب هيك، مع شوية بنادول، اوه شوية ملح وحامض وخل وانبسط. انا اخذت الكرسي صح؟ I'm freaking out. انا بحكي كثير لاني خايف. اخذنا الكرسي، فالله اعلم شو ممكن يصير هلا. اوه اوتو يوز يوفي دنت. وبعدين ليش معلق الالارم فوق؟ يعني شو الهبل؟ ايش مكتوب هون؟ هلو، كل الباب مسكر. بعدين مشيته غريبة في اللعبة، تحسوا زي اللي بيطير طير قاعد. تليفوننا، تليفون العيلة ما كانش يضوي هيك بالأحمر، أعوذ بالله. اتصرع. Hi, is Simon there? أنا اللي معي بحكيش. هاي السامن ده، شو الجو برا يا حبيبي يا حبيبي؟ جو بشهي. الله، نو 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 نو. طبعا الألعاب اللي زي هاي الألعاب اللي زي هاي بتجيب لك البوب مغص. Close the window before all the cold gets in. في حد فتح الشباك. Hurry and check if the fr- Shift! Sprint! شوف إذا الباب الرئيسي مسكر. بقول شو إيد مين؟ كل هاي إيد؟ Door is locked. Oh my god, listen, خلص بديش العب. عمي خلص. Hi, is Simon there? There is a gun in my bedroom. عندي مسدس في غرفتي. غرفتك وين؟ الابواب كلها مسكرة. ايش بالنسبة؟ او ماي فريزس، او ماي فري ماي فريزس. امتي بيكتشر فريم. فريقي سرفتك بكيش كبكبن. نفس الدواء على الطاولة.
منخاري بلش يحكني يا علينا وعلى التوتر اللي بيخلي المنخاري حك حك. شفتوا اللي ورا الخزانة واقف لي ورا الخزانة راح. اوه ماي جاد. وحياتك. لسن، بتعرفوا اذا سكر باب الخزانة وركض لعندي انا رح اطفيها، لانه اذا من اولها هيك لا. هلو، انت مبين، انت راسك مبين وايدك مبينة، فطولك 10 متر. ايش بدك مني؟ انا بدي اروح. الله بديش العب. حل عنا يا خرب بيتك، شوف اجره ولك. اوكي لسن، ارمي عليه الوان. اشي عندك؟ رح تبلعني؟ هدول اصابع ولا جزر؟ جزر؟ تخت كبير وتخت صغير ولك حل بحياة. I need to call the police. في ورقة هون. Call the police. ربيتك. يا أمي يا أمي، خلص 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 بليز. خلص أنا أوكي. This is not nice. أنا خلص. لا. اخ يا اللي باستوديوهات الرعب اللي بيبعتوا كودات، ما تبعتوا لي خلص. انا انتوا شكلكم تبعتوش كود. هذا الباب فتح؟ لا خلص فعرقت شوبت. لا هي ناقصة. I will freeze if I leave. سوف اتجمد اذا غادرت. هو حكى احكي مع البوليس. يا بوليس 911. يسعد حجيلان. I'm freaking out man. ليش هيك الوقت؟ ليش هيك الوقت؟ لا طلع، هذا مش طبيعي الوقت. الوقت يمشي بسرعة. كثير شيء عجبني النصيحة اللي في بداية اللعبة، قال البس سماعات، اطفي الكهرباء والعب لحالك، وجهز اهلك يعملوا جنازتك هيك. هاي بضيفها من عندي. يا إله إلا الله، أنا خلاص أصلا بطل موديل هذا التليفون. فيش رنة زي هيك في الدنيا، ولهذا السبب، لأنها رنته بتخرع. مين بيرن عندهم في البيت تليفون زي هيك؟ مين؟ فيش كله واتساب، تيك توك، فيس فوس، بيس بوس. البرامج هاي. قول الو. Freaking out man. Hi, yes please. I'm looking for Simon. ابوك على ابو سايمون. بشبشب النوبة ازرق القديم هذا البلاستيك. ولك انت اللي بيتصل معك، رد على انت انت انت. هذا. Find who is in the house. شوف مين في بالبيت. شو هالثقة؟ انت هذا شخصيتي هبلة. رد الزلمة بيسأل، بقولك وين سايمون؟ رد قول له بعرفش. فقع واقف لي ورا الخزانة. ليه بتحكيش؟ Find who is in the house. شوف مين في مين في بالبيت. حط لي تليفون ولاند لاين، خط ارضي ومش مين عنده تليفون هلا.
كله رن لي واتس واستنى لا اخلص عطس وفيس تايم وبوبي بلاي تايم ورقصني يا جدع. يا حبيبي راح من هناك. طيب ها مغلق راح من ورا الخزانة هذا. هايد متخبي بيسألني يعني أعمل إذا بعمل هيك بتخبى. هي اللعبة محيطها بس في البيت هون أحسن. أو A photo is forming. صورة تتشكل. الجو لحاله صرع. هذه الغرفة فيها تخت ماستر شكله تخت العيلة وجنبهم تخت ابنهم ابنهم سايمون. كنا سايمون معيد يا اكيد رشد يكون مثلا في الجامعة رشد يكون رايح يعمل بيكنيك مع اصحابه. بيبي نو اي دونت بريس اف فلاش لايت معيش اف اف شكرا. The key to the storage is in the kitchen. مفتاح المخزن في الكشتن. كشتن. ايش بالنسبة للموسيقى سايلنت هيل؟ ولك مين اللي بيخبط؟ I'm freaking out. عم تش العب. سامعين؟ الصوت خبط في الراس. الصوت عبارة عن خبط في الراس. الساعة صارت 12. نفسي اعرف شو بتاخذ دواء انت. شكلك بتاخذ مخدر مهلوس. هو الله يخرب بيت الخبيط. دب دب الله يا ويلي. هذا صوت دقات قلبي. حالي انا اللي خرعته مش هو اللي خرعني. الو اوه ماي فختوشس. حس حالي انا اللي خرعته للزلمه. Man, this is... وين شو اللي بخبط؟ وراك بقول لي. أنت السبب إنها غلطتك. لا. Your fault. غلطتك. اخذنا صورة. هذا نفس اللغز في وذين سكيري تاع الخزنة اللعبة اللي قبل. متذكرين اللغز؟ It's the same. اخذنا كمان قطعة من الصورة. ايش؟ اوكي ريح ريح خذ كرسي واحد. ايش؟ I'm going to rip you apart. سوف امزقك.
اوكي قطعني حتت وقليني بالزيت. خذ راحتك مان، كل مي از يو وونت. نسينا احط السبونسر مان، ام سوري عبد الكريم. الو ايش؟ هلو وات؟ نعم ايش؟ هلو انت ورا الخزانة؟ كرت في حدا فوق. هذا سايمون شكله. اوكي وايد. اروح للكرسي. هلو وكان صوت الخبيط خبط في مخي. شوغر، كوفي، قهوة، سكر. طبخين ايه النهارده؟ وايد قاعد هون. ممكن اروح. I will freeze. freeze. روح فرز. ايا بطني ايا بطني. رن التليفون. خلص عن جد انك مزعج. خلص يخرب عقل رنت التليفون. الصوت هذا مش سامعينه من مليون سنة. بقول لك سايمون دير. سايمون دير؟ اه بلعب معي غميضة. ولك مين اللي بيسأل؟ مين اللي بيسأل؟ في راح صوت الخبيط المهم. دب دب. مين اللي بيسأل؟ يسأل عليك الفنونس. بلاد وايد. نفس صوت الصرخة في وذين سكيري. لو تلفون المكتب ده راح تخاف منه عن جد. لا بس قليل ليرن يا معلم، قليل ليرن، قليل كثير كمان. بس بستخدم الجوالات. في واحدة عم تتقتل وعم تتدبح. بح 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 بح. بالله عليك لا تنط لي نطة وسخة أو هذا بليز نو. الأمانة على أعصابي. حل عني. What the hell is happening? What the hell? شو يعني؟
هاي لسه بتتذبح جوا قاعده. ان شاء الله امورك تمام، انت بخير؟ طلع دمها في نص الهال، شكلك بخير. اها ردت. انتوا وين ساكنين؟ مش فاهم، في الخلاء ليش؟ واي يا ويلي. اهلا ديما، ويلكم تو ذا رعب، ويلكم تو ذا ستريم. عليكم السلام ايميلي، واتس اب. اي ما بد. اهلا جريم ريبر، حيا الله ميسا وزيد. اخ هلو. لا يفتحش. في بانيو، الباب ما بيفتح. بليز لا تقول لي جلتش. ترس كمان هون، في صوت دقات قلب. وي سينت. انا شش. اتفشي بالباب باجرك ولا what's going on. اللي بيحصل بقول صار اشي تاني. هلا هو هو هو. صوتك زي ماكينة الحلاقة. go away. في صوت دقات قلب. حبايبي لا تقولوا الجلتش. اوه ليش نو واي نو. المطبخ اكبر من البيت. صارت الساعة 4 الصبح. ولك. أبوك! شيش يا ابن الشفر فستونس! بيبي يس وي ار ديد سو نوت. إذا مش جلتش، إذا مش جلتش، أعتقد إنها حركة dirty dirty من المتوتر اللي هو المطور. خسئت خسئت أيها البائس يا مطور. داي 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 I'm gonna die. يعني أنت طول بالك خرعتين والثالثة وداي داي داي. لا انا ما بدي العب. بطني 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 مفتاحه، بطني بطني صباحه. هاي الالعاب اللي زي هيك تعرفوا ايش هاد؟ بس ضلك امشي
تمشى لحد ما تتعشى وتنخرع لك خرعتين جيبوا اخرتك. اوه هول ديم اوه يس شو لا لا مش منك نو واي دو يو كيل I've been searching for you. يخرب بيتك. مش بنحذرش بنحذرش. آه! الله يخرب عقلك يا شجرة يا معفنة. إن شاء الله بتصيري يونس. لك العمى ورقك خرعني. I will freeze if I leave. لساته مصمم انه ما يطلع لانه خايف يتجمد. اما الكلمات die 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 هاي اللي على الحياة عادي، اللي شافه عادي، ولك انا بطلع وبغامر في الثلج ولا بضلني في هالمكان. حدا يطفي فنوسه. ليه ما طفيتش انت مع الامان؟ انا مش فاهم. بو بو Die. Die. مش حفهم اشي من القصة انا على فكرة شكلي، لانه what the hell is going on؟ الا اذا بفهمونا بالاخر، بالعادة هيك بيعملوا. خلص صوت على فكرة صوت دقات قلبك خلص رح تموت. اه شناوي هي هاي الالعاب اغلبها هيك شغل لف 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 عبال لا 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 نو لا 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 تهل شو هذا الصوت؟ لا شو صوت الخربشة ها؟ لا نو لا المشكلة هو قد الجحش مان. عمو هايد انا بستنى يصير اشي لانه واضح انه واضح انه بتستنى مش نلاقي الحج قاعد هون يصرعن على الكرسي المتحرك. اهلا راشد، اهلا صالح، اهلا يوسف. اوه ويت اشتغل الضو؟ الضو اشتغل اشوف. اوه ايش يعني راح الضو؟ ايش الضو؟ ايش يعني؟ ولك خلاص
شو يعني؟ شو يعني؟ هو هاي ها هو ها هو ها هي تمام بريكنج اوت. بسم الله بسم الله بسم الله. هل كان ذلك أنا؟ نو ويت، أنا متحكم في إم، أنا متحكم في شخصية الإم مش الأب. ليش كل بالي الأب؟ والله ما ينعز يا ناتشان. الجثة راحت واختفت. أنا بتحكم في شخصية الإم، بقول لك هل كان ذلك أنا؟ نو هيك. وات ذا هيل. I cut, I bled, I cried, I screamed. قطعت، نزفت، بكيت، صرخت. اللي عملته غيرني، غيرني، غيرني. شو عملتي؟ قتلتي ابنك مثلا؟ Yeah, I don't know. احنا اخذنا اشي. او تشيبس، وات از ذس؟ هذا يمكن للصندوق اللي جوا. انا ليش كل بالي متحكم في شخصية الاب؟ ويت، انا عم بتحكم في حدا ميت؟ حيالله برلينو. Yeah. What the hell? A thin folded jacket. Exit the house. Oh, okay. هاد جاكيت عشان نقدر نطلع من البيت. تطلع مين؟ تطلع مين وتروح فين؟ قصدي تطلعي من وين وتروحي فين؟ طلعت ست. أنا بلعب في حدا ميت؟ بلعب في حدا ميت؟ الام حاولت تنتحر، حاولت تنتحر تقطع الرسغ، بس شكلها باي. كتير مبين انك رح تطلع او تطلعي. ماي جاد. اشوف اخذت achievement checkpoint. المكان مسكر. What the hell? It's all my fault. انها غلطتي. واو. واضح انك مش حتروحي مكان لان المكان اللي انت فيه عجيب. Hello? عمو بسرح وبمرح في البيت بيشطح وحيفتح راسي يفتح. عمو عمو الجحش اللي في البيت. ليش خربت الدنيا؟ داي. مكان كله مسكر. بيبي أكلنا هوا يا بيبي، والزريعة وقعت على الأرض يا بيبي. تطفيش الضوء، خلي كل شيء شاعل. إيش هالوحش
اللي بيحب يغير الديكورات. كيف تسكر الشبابيك بالطوب؟ انت هون؟ هاد صوت الهواء ولا حدا بصيح؟ أنا مش مرتاح، مستغرب، ابصر ليش؟ هل تشعر أنك في مرحلة سوف تقول What the hell؟ لم تحتاج في باب؟ سك، ما كانش هون في باب. يا سلام. What؟ يخرب بيتك يا اللي بتتصل. He's not there anymore. Can I call back later? Oh. هو مش موجود، يعني اتصل مرة تانية. أنا حسيت إجاني شعور. He's not with us anymore مكتوب بالتحت، كان إنه ليس معنا بعد الآن. ولك ولك ولك. الأمان استويت خلاص خلاص. شو هالوحش المنيل؟ فتح هذاك الباب مثلا. مين هاد؟ طيب وات سايمون؟ كيف سايمون ولد صغير؟ هاو الصورة. حيالله مش مشي احلى براءة. واتساب مش مشتي. طيف. ايوه هز يا وز، هز يا وز، الكرسي بهز. في الفنونس في الفنونس. ما يخبط راسك عاد ما بتخبط في راسي.
كلب زاح الغسالة كلها عشان ما تف عمش الأمان. حيا الله سوبر دوبر فوبر كيوتر كاتو. اوكي توقعتك موجود في اول الستريم، انت عشقك هذه الالعاب الصرع المصروعة السريعة، انت تعشقها وكأنها العاب ميكي ماوس. اوكي يفتحوا ابرك الهي، شو هالخلاص. اوكي تقوليش ننزل تحت، في اشي تحت؟ اجاني احساس رح ننزل تحت، يعني اشي تحت الارض. بديش العب، بصير ما اروح؟ عسي اروح؟ لا الحمد لله، حسيت في اشي تحت الارض. الله يقطع قلب ال شلعب. ضلك لون للباب. انا حسيت مش عارف اجاني احساس من بين كل الابواب انه هذا الباب رح يكون فيه له نزله تحت الارض، انخدعت فكرت في شيء طلع فيه. تفضل. ولك بكفة خبط يخبط مخك الهي. وين انا؟ الله يخرب بيت الاماكن اللي بتكون تحت الفنونس، بتكون مليانه بقدونس. حيطلع لي يا امي. My inner demons، شياطيني الداخليه. They follow me and watch my every move، بيلاحقوني وبراقبوا كل حركه بعملها. ومرات بيأذوني. Sometimes they even hurt me. What the hell. وبعدين هلا. يس But okay, what the hell is going on? شو أسوي؟ افتحوا لي! سحل! سحل تحت الأرض. روحوني بليز. امتى فتح الباب؟ هو معاقب حاله بالزاوية. تقنية الظلال. جوتسو شادو جوتسو. دماء في كل مكان، دماء في كل مكان. اوه ماي ففروسس، بلود افريوير، حمرا يا طماطم.
هسه الكرسي بهز. على بعدين. I'm coming for you. لسه بدك تيجي لي؟ يعني ايش بدك تعمل فيه؟ بدك تفوت في مخي مثلا؟ جاي لك على اساس انت يعني في نص البلد وبدك تركب تاكسي وتيجي. ما انت هون. اهلا وسهلا، بتشرف. جيب معك خبز وانت جاي. ايش في هون؟ ليش هيك الدنيا غريبة صارت؟ الدنيا نوارت، الدنيا نوارت، الدنيا نوارت. I'm coming for you. شو جابك هون انت ايتها الرسالة؟ وتر أهلك. هاي إز سايمون ذير؟ موجود. تيجي محلي تشوفه؟ موجود. تيجي محلي وأنا أجي محلك؟ شو اللي خبط؟ إيش صار؟ أنا مش قادر. أنا في الضياع. أنا في الضياع، أنا في الضياع، أنا ضايعة صبابة، وأنا ضايعة ضياع، والضياع صبابة، هلا 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 شو اللي خبط؟ هذا؟ في زي القذيفة نزلت على البيت أو شو؟ وات ذا هيل؟ اللعبة لها أكثر من نهاية من نهاية. اللعبة لها أكثر من نهاية ونزلت فيديو يعني، لأنه احنا راح نشوف نهاية واحدة ومش راح أعيد اللعبة عشان نشوف نهايات ثانية، فبنشوف فيديو بآخر الستريم. بوعيدة واتساب مان. والله استويت انا، والله استويت، بطني صار يوجعني. يا ابن ال 11 قلب ولك توقفش هيك، خرب بيت وافتك ولك خلص ولك خلص يلعش فش فسو فس فسني فس نونس خلص يا كلب. شيش احلى عبد السلام اللي بطيري في كوكب الكرة الارضية. حيا العبود. هاي ايش اللي عليك؟ شو هاي الرموز؟ فيش عينين بعدين. انت مين؟ بس في كمان واحد؟ انا من الخوف عم بطلع برا الفريم قاعد. في كمان تالت؟ ايش يعني؟ جايين تتشاطروا علي؟ تنمر؟ كم واحد فيه؟ What the hell؟ والله جايين يضربوك.
مجتمعين عليك يضربوك. الو تعال. اوه هاي العيلة كلها هون. عيلة ابو صلعة. ابو صلعة السكرة العفريت الاصلع، بس لابس كندرة ممتازة، يعني لابس كندرة العيد جاي متأنق. اوكي البنطلون كله دم بدون تيشيرت، بس الكندرة نظيفة ماركة بنونس. ايش بدكم مني؟ اوه ها ممتاز، انت جايب الحارة كلها هون. ماشي ايش بدي اروح. اوه ماي جاد خلاص. مشتاق للأيام اللي كانوا أصحابه يسألوا عليه فيها. آه هذا بفسر التليفون اللي بضل يرن. لازم آخذ الدواء مرة تانية. هذا بفسر التليفون. التليفون بيمثل الأصحاب، أصحاب سايمون اللي كانوا دائما يتصلوا عليه على التليفون. Is Simon there? Is Simon there? بس شو هذا اللي طلع بالآخر؟ حيالله سعد يسعد الجميل، أحلى سعد هودروب. والله الأخبار سيئة، خايف أنا، والله خايف، والله خايف، والله خرعات المطور هذا محسوبة. ها حاطط لي واحد عامل لي في اخر الهاي، حاطط لي واحد عفريت الليل. ايش ايش على الضوء؟ ايش في؟ خذ الميدز، هاي الادوية، الادوية. هي مبينة الشكل، الشغلة شكلها الام قالت لابنها ابصر كيف، ومن صدمة اللي صار، من صدمة اللي صار صار عندها اشي نفسي، واحنا بنشوف حاليا الاشي النفسي. ايش في هون؟ راح الدرج. حالتها النفسية احنا فيها حاليا. كأنه ضميرها اللي بيأنبها وبيعذبها عملته شيطان وعفاريت. بس هلأ ايش؟ يعني انت لساته معك الجاكيت تقدر تروحي؟ ارحم. اوه ذا هيل، خدنا صورة. Hello, I was wondering if you happen to need to get your furnace cleaned. انظف الفرن. And if I could potentially speak with Simon. واذا في مجال احكي مع سايمون. اوه ماي جاد، كنت بسأل إذا بدك أنظف الفرن فيرنس، وكنت بتساءل إذا بقدر أحكي مع سايمون. إيش في اللعبة؟ إيش في؟ هلو؟ What the hell is going on? ابني سايمون تركته ينقتل. وات؟
احنا عايشين في الغابات في منطقة بعيدة في منتصف اللا شيء، يعني في الخلاء. بعرف انه في كتير حيوانات برية في المنطقة، كنت عارفة هذا الشيء، بس سمحت له يلعب برا لوحده حتى لمجرد ثانية. انا دخلت جوا اجيب شوية مي. بتذكر اني اخذت له صورة قبل بثواني من that photo has haunted me ever since I tried to read it pieces but I still cannot get my اخذت له صورة قبل ما ينقتل بثواني بسبب الذئاب. الذئاب هجموا عليه. Rest in peace Simon، بتمنى اقابلك قريبا. النهاية. Damn. Ending one. في ثلاث نهايات فيها إيستر إيج. طيب أنا نزلت فيديو أو مجهز فيديو يعني للنهايات، لأني شفت والله I enjoyed the experience. It's so nice. كلها واه واه. شو بدي أقول؟ واضحة القصة. أم عايشة هي وابنها في الخلاء، في الغابات، في آخر الدنيا. المنطقة مليانة حيوانات برية، وهي عارفة هذا الشيء، بس كانت تسمح لسايمون يطلع يلعب برا لوحده. في مرة من المرات تركته يطلع يلعب، وكانت هي عم تطلع عليه، بس فاتت لثانية تجيب مي، ولما رجعت لقت الذئاب أخذته. لقت الذئاب أخذت ابنها سايمون، وقبل بلحظات من تصويرها من مقتله كانت مصورته. وهاي هي الصورة اللي كنا بنجمع فتافيتها، لأنه هي قال كل ما تمزع الصورة ما يعني الصورة بتضلها في راسها. فالموضوع طبعا عملها حالة نفسية، وضميرها اللي بأنبها والذنب اللي حاسة فيه تجسد على شكل هدول الوحوش اللي شفناهم والخرعات. التليفون اللي بضل يرن بيمثل أصحابه اللي كانوا دائما يتصلوا عليه. Is Simon there؟ بقدر أحكي مع Simon. Is Simon there؟ أصحابه. والصورة اللي هي قبل اللي صور الصورة بت... اللي هي ال... بتمثل الصورة اللي صورته إياها قبل ما يوتيوب ثواني. تمام. Yeah, okay. فنايس والله. Yeah, it's nice. لعبة جميلة جميلة جميلة. أنا أحببتها أحببتها ها 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 ها. It's nice. إيش رأيكم فيها؟ وبصوت الأوبرالي وأنا يعني أنت عارفة إنه في حيوانات برية برا من شايخ. Oh my God. خليني خلص. هيها عم تتعذب بالعفاريت تاعتها لتعيد. وشكلها حاولت تنتحر، إذا متذكرين شفنا مشهد في الحمام، شكلها حاولت تنتحر، قطعت الرسغ تبعها، وبس ما ماتت يعني، ظلت عايشة. حاولت تقتل حالها بس ظلت عايشة. لا خلص روح نام. روح نام. لا ما راح أكمل لأنه أنا عندي فئة بكير بكرة، ما حقدر أكمل، بس بدي أشوف النهايات. بعرفش إذا بتحب تشوفهم معنا أو مسطل. نشوف النهايات. هيا لايك كيلر. خليك شوف النهايات. Hi and welcome back to another little special video where I show off some multiple endings and an Easter egg in a game of my choosing. This time we're going to be looking أنا بدي أشوف الإيستر إيج. Another game by Turnvex Games. AKA Stan. Disclaimer, the game did come out yesterday, so... استنى انا ما بدي مع تعليق يا معلم. انا ليش فكرت ان الفيديو تبعك بدون تعليق؟ استنى يا برو. Wait a minute يا فن ونس يا بقدونس يا هس فوسس. ايش اسمها هي؟ فكرت الفيديو بدون كومنت. أم.
the hell? All three endings. Oh, تعال انت. استنى. اوكي داي داي هون صحيت اوكي اشوف ها شكله من هون النهايات تعال سايمون ها اعتقد نهايتي يا اوكي اوه ويت اخذ الصورة ورج هاي نهايتي صح؟ يا اوكي هاي نهايتي اوكي شكله في نهاية تعتمد على أخذها للدواء بس أنا حاولت أخذ الدواء اللي عطاه بس ما أخذته قلت لك أنا لازم أرجع أخذ الدواء بس في إحنا أخذنا قطعة صورة شكله لازم ما يرد على التليفون هاي ها يأخذ قطعة الصورة وشو اسمه لا روح حط الصورة اها هاي صورته الحزين صورة لابني الميت هاي الصورة تاخدت قبل بدقايق من لما اخدوا الذئاب مفتاح اذا بترد على التليفون بتخلص اللعبة او اوبا طلعت هذا مكان بنسكن فيه استغفر الله صرع او in loving memory ويت اشي من اشي وسبعين لاشي وثمانين هاي اللعبة تجري أحداثها في الثمانينات عشان هيك هذا يفسر التليفون ربما حان الوقت لأنسى وخلص أمشي في حياتي يعني بالرغم من أني عرفتك لفترة قصيرة بس راح أتذكرك للأبد حان وقت استرجاع حياتي أحبك يا سايمون Well, rest in peace اعتقد هذه النهاية احسن من هذيك لانه هذيك مبين انه لساتها تشعر بالذنب اما هون قررت انه تمشي بحياتها هاي النهاية احسن من هذيك يعني واجهت الحقيقة
Yeah, that's nice. هلا ضل اوكي النهاية الثالثة ضل شو اسمه الباسورد تبع الخزنة هو هذا الباسورد تبع الخزنة بس انا ما لمحتش اشي في اشي يعطينا رقم المح ايش الدنيا صرع انت بدك تحطها دايركت مش حتفرجينا من وين اجت يا مش حيفرجيني منين اجت يحطها دايركت اكبس اي عشان تشرب عصير الجريب فروت عصير ايش اللي بدك تشربه في الحمام قرف يقرفك او يقرفك لانك انت ست عصير ايش بدك تشربه في الحمام قلعات اللي قلعتك هاي اسمها نهاية القرف النهاية المقرفة the disgusting ending عصير بقول لي press E to drink the grapefruit juice الفرن شغال من امتى الفرن ضاوي بالاخضر ما شفت ما بتذكرش الفرن عندنا ضوى زي هيك طلع مضوي ما بتذكر كان مضوي لا ما راح اكمل اشي معلم انا راح اخلص يعني هون اخر اشي ما حكيت لازم اصحى بدري بكرة الاحد عمي بداية اسبوع كنه مش عارف يجيب النهاية الثالثة كنه تايه تايه الله يسرع عمتك اللي جابت فتحية مقسني العمى طيب كنا لازم يعمل اشي شو استمع الكهارب what is he doing شكله لازم يصير اشي لا مش انا اللي بلعب فتحي صح جيلان هذا السؤال دائما بتسأل وات استنى هذا السؤال دائما بتسأل حسام بدك فنونس بقدونس حسام بدك هسيسس فسفيسيس صح جيلان يس اخذ اتشيفمنت ايش هي او ماي جاد حسان نيو انا عايده ايش الاتشيفمنت اللي اخذها ايش العلاقه بالكهرباء عشان هيك نازل بطفي بشعل الكهارب لايت ماستر لايت ماستر ايش او الفرن صار كله اخضر مش كله اخذت الدواء واو قصة الفرن هاي ما انتبهت يعني ما كانش انه فرن مشعل اصلا كنه لما تحل لغز الخزانة بتشعل الفرن الفرن كان في اكم من اضاءة حمراء ولما صار يدفي ويشعل في الاضاءات واخذ الاتشيفمنت كل الاضاءات صارت خضرة بالفرن واخذ اشي هيك زي كانها علبة دواء
اسهم في على الارض اسهم في على الارض اسهم واو هاي النهايه شكلها مش سهله لان بدك تجيب الباسورد تبع الخزانه بعرفش كيف بدك تشعل وتطفي كهرباء طول الوقت what the hell بس الفرن شو اسمه ريفرنس الا تنتبه انه اضاءاته بتروح وبتيجي ايه سحل زي ما سحل هداك نور اخضر بعد ما فتح الخزنه بالحمام ياس شكله هيك سحل وتسحسن زي ما سحل هداك في الزاويه وين راح لا انا بصراحة أنا ما بتذكر إنه الألعاب اللي إلها أكثر من نهاية من بعد ما أختمها يعني أقعد أعيد اللعبة وأجرب أجيب نهاية تانية لا كنت أنزل جايد خلاص أكتفي بالنهاية اللي أنا جبتها وإذا في نهايات تانية زي سايلنت هيل وهدول كنت أعيد اللعبة هذا الحكي قبل اليوتيوب يعني كنت اعيد اللعبة بس اعرف شو اعمل خاصة سايلنت هيل كانت عقدة بالنسبة للنهايات المتعددة مش سهل تجيبهم خاصة النهايات السرية هاي ونهايات اليو اف او مش عارف ايش بدك تجيب اغراض وتجيب وتعمل اشي وتترك اشي خبيصة فكنت انزل جايد او يعني اشوف جايد او اعمل عليهم اعيد اللعبة مرة تانية لا استمتع فيها هيك وجهز وحط سماعات وعلي الصوت انت بس تستمتع على الاخر احلى هانك 683 يسعده لك السلام ايش فيه حاسه تايه في كراج سيارات في كراج المول بس بدون سيارات تخيل شكله عن جد انا اللي بلعب شغل صرع لا هاي النهاية بس مخرج اللعبة اللي بجيبها بس حتى المطور نفسه بعرفهاش انت انتقم من سوبر كات عن جد علي الصوت تحول لعصير في حدا شربه is the back rooms real الغرف الخلفيه حقيقيه تحول لعصير جريب فروت ونشرب في البيبي نعم ايش هذا؟ What the hell؟ ايش الايستر ايج في الموضوع؟ جود جو اواي حل لعبة باك روم حلوة الفكرة في لعبة زي هيك؟ في لعبة اسمها باك روم؟ يعني هذه كانت ريفرنس للعبة؟ والله انا فكرت اتحول لعصير جريب فروت اللي شربه قبل شوي في الحمام وبالتالي هو تحول لعصير والوحش ابو جلامبو شربه ما بعرف شو النهايه بس مش فاهم في لعبه زي اسمها باك روم بس هي النهايه الثانيه هي النهايه الصح او النهايه الافضل في فيديو في اليوتيوب اسمه باك روم بدي اشوف اذا في لعبه اسمها باك روم لانه تعتبر قال هاي ايستر ايج كمان فمش فاهم شو قصده صراحه What is this?
the hell is this? صور. هذا فاهم شو يعني باك روم؟ أنا بديش أحط إشي عندي على الستريم هون يروح ينعمل لي كوبي رايت ولا إشي. باك رومز باك رومز؟ في لعبة زي هيك؟ أوه والله في لعبة اسمها باك رومز ونفس المكان اللي علقنا فيه. أوه دام. What the hell؟ هاي هاي لعبة تانية اسمها باك رومز. اسمعوا قديش الساعة؟ لسه بدري الفيديو ربع ساعة. هات نحضره. Don't look at it. Check the hummus. هات نحضره. هات نحضره. في الفيديو ربع ساعة. Let's do it. تعال نحضر فيلم. سنة سنة بس اقرأ شو بتكتب. شوف ولك يا عليك مسرع عمتك. Check watch every 30 seconds. شوف الساعة كل 30 ثانية. Go as far as possible and get out alive. روح لأبعد مكان ممكن واطلع وانت عايش. لا تتطلع عليه. على ايش؟ No clipping through reality. الفيديو ربع ساعة بدي اشوف شو هذا الريفرنس. كانت اكزت بقدرش اطلع منها بس معلش اوطي الصوت شوي لانه كتير عالي. What the hell? هم نفسهم المطورين يعني ولا شاوت اوت شاوت اوت لحد تاني؟ هاي اللعبة إلي. بتطلع على الساعة كل 30 ثانية. هاي اللعبة إلي واضحة مش متاهة اشي صرع. ديستنس 44 مسافة يعني ضايل 44 ولا هو بعيد 44؟ هيلا تشيها. لعبة حلوة العبها. ايش الحلو فيها؟ ايش الحلو فيها؟ شغل توهان. هيا صار ماشي. distance traveled المسافة اللي هو مشيها 67 متر. سوبر كادو يخلص علي بالاخر. رح تلاقي هيك بس طاقية بدون حسان. شبح. ستة وثمانين متر. طب اوكي what will happen؟ مكان فكرته عند الاجانب زي فاصل بين الدنيا والاخرة. يلا امشي لك كمان متر عشان توصل المية. 100 مترز. اللعبة مريحة للأعصاب. ايش اللي شايفه مريح للأعصاب؟ الكهرباء اللي بترمش ولا المتاهة اللي ما لهاش نهاية ولا صوت زن الكهرباء اللي في اللعبة؟ اعطيني اشي واحد مريح. الدنيا مشقلبة عندك مان. مقلوبة.
هو حكى انه كل 30 ثانية لازم تشوف الساعة. طب شو بيصير اذا ما شافش كل 30 ثانية؟ هي شكلها في خضة في اخر ربع ساعة، اكيد في خضة، حدا بيطلع بعمل له بو. هي مش مريحة، هي بتنعس. إذا بتركز هيك، أولا بتسرح، لما أنا سرحت، أولا بتسرح تنعس تنخض. يعمل بس لعبة رعب متاهة مليانة وحوش وفشعات وألغاز، والفكرة من كل لعبة انه نطلع منها. وكوتشيها هذه فكرة كل الألعاب، هو انت لما تلعب لعبة بتضلك عالق فيها خلاص للأبد، وانت لما تختمها تطلع منها كيفاي. مش لما تختمها بتحط اكزت خروج تطلع منها. انا مش فاهم هون شو فيه، انا مستني اخر الفيديو صراحه. احلى هانك، شكرا على التجديد. وين الشعار؟ لا هي الاليرت بس، مش مشكله، هيك نورت في الاخضر يا احلى هانك. يسعد هوك ستت مليت ريت، شكرا على تجديد الانتساب يا جميل. ميتين عشرين متر، كنا هاي لعبة رياضة، حاسه بيمشي على تريدميل. لعبة الصالونات. مش عارف لعبة اسمها باك رومز، اللعبة اللي لعبتها من شوي كانت عاملة ريفرنس لإلها، وبقول لك اوه يعني الغرف الخلفية حقيقية، بس وانتهى الموضوع. مش فاهم شوفوا للأمانة إذا بتركز زيادة شوي في اللي عم بيصير بتسرح، للأمانة بتسرح وبتنعس. ما هو لما تسرح بتنعس، ولما تنعس بتفسفس، ولما تفسفس بتفسفس. هو بيمشي على تريدميل، قاعد بيمشي على جهاز المشي هذا. حاس حالي في استراحة قاعد. مش يكون الفيديو لوب. لا ليه؟ بس 7 دقايق، بس ماشي 7 دقايق، العمى. وصل القطار، في صوت قطار، قطار العفاريت. بس هذه فكرتها زي الباقي اللعبة، لكن لما تشتغل بيصير في عد تنازلي زي اللعبة اللي لعبتها قبل شوي، ولما يخلص الوقت تشتغل أصوات جديدة، بيصير إشي بالآخر. وصل الباص عن جد، ليتس جو. على شو بدور؟ طيب على المخرج، على المخرج.
ولم تعب حاله يا نور المصمم، هو حاطط لك كوريدورين ثلاثة وعامل لوب لا نهائي ومعدات وبس. لو حدا بيطاردني في المتاهة بوقف خلص، بخليه ياخدني يقتلني يخطفني شدو، وانا بدي اروح. يلا بحط ايدي في ايده وليتس جو. طب انا نفسي يوقف وما يمشي وما يفتح الساعة. هو فن غريب يتحول لأفلام قصيرة الحين سووها ألعاب. والله في فيلم قصير بقدر اشوفه ولا باكل سترايك؟ في موسيقى خفيفة اشتغلت. اول مرة بتمنى يطلع نيمسيس. لا نيمسيس بتلاقي ميت في الزاوية من الملل. او هيك قاعد في الزاويه زهقت والله المكان اللي انا فيه هذا. طلع التنتكل من مخي، تنتكل هاي تبعت ايد نيمسيس، هيك راح يكون قاعد. اذا كان خبر سالته صحيح ببوس راسك. والله مسرب الخبر واثق بنسبه 100% عمو. وبعدين بيحكي مش لعبه واحده قيد التطوير، ثلاث العاب طبعا مش ورا بعض رح ينزلوا، بس انه الخطة تتضمن تطوير ثلاث العاب سايلنت هيل. بقول لك المشروع كتير كبير بس كان كتير مغطى عليه. هو واثق بنسبة 100%. اول مرة بشوفه يعني، او من المرات القليلة اللي بشوفه هذا المسرب بيحكي بهاي الطريقة. ابصر ايش ماله هذا، طلع نيمسيس. اوف اوف نونس وات ذا هيل وات ذا هيل از ذيس. انا هذا اللي بيستني. يا الخرع مستعد حدا ينط لي غرب بيتك. في حدا بيعيط في هناك شيء اسمه What the hell is going on؟ بقدر اشوف الفيلم القصير؟ مين اللي بيبكي؟ Thank you.
الموبايل دقيقة معنا. يا شيخ found footage back rooms. هلا هلا بنشوفه. الدنيا عم بتظلم حواليه. الدنيا عم بتظلم. اوه ماي جاد. الله play again. ايش صار؟ total 1357 distance 626 متر. هو بركض يعني what the hell. اوكي انتو حكيتوا لي انه في اشي found footage. موضوع weird بس انه هات نشوف ال found footage هذا. تسع دقايق. اوه ماي جاد. هذول العاب. The hell is this? What? شو هو ال 23/9/96؟ What the hell is this? اوه من اربع شهور. هو حاطط في الديسكريبشن 23/9/96. هذه لعبة. yeah, it's a game. This is لعبة غريبة صراحة. بس لازم تكون عنده في باتريون عشان ولا لا. I don't know. يا هات نشوف هاي. مش عارف شو هي بس so weird. جايبة 28 مليون مشاهدة. يعني كوكب الأرض والمريخ والزهرة تفرجوا عليه. 28 مليون. يعني في كائنات فضائية تفرجت عليه كمان. أصلا هو كوكب الأرض أكم نسمة؟ مش خمسة ولا عشرة؟ ما تنشوف شو هذا. تسع دقايق. قداش الساعة؟ يلا هذا وبعديهم نقول لكم باي. What the hell is this? Sound? Camera? Rolling. Alright, and action. Okay. هذا الفيديو من قناة سعاد حسني. لا. هذا الفيديو من قناة كين بيكسلز. كين بيكسلز. يلا اذا تضايق من شيل الرياكشن اتس اوكي بنعمل اديت. اذا وصلنا اشي انه نو ما تعملش كده اصلا انا بزعل مش مشكلة بنشيله من الستريم. اذا وصلنا اشي بنشيله اتس اوكي. بس انا عندي فضول صراحة ايش هاد بالضبط. Alright, that was good. I'm thinking we get a wide angle, and then we're done. Okay? Alright, yeah, cool. Like, how much further? Like, a little more. Right. A little more. Yeah. Do YouTubers have no reaction? يعني عادي. أنا مش فاهم شو الوضع. استنى عادي. هي هو أي حدا. يعني هي استنى. بس أفهم إشي. يعني هو الواحد بيسحل هيك بيسحل.
وبروح على الباك رومز. اوكي استنى شوي. يعني المبدأ انه في حدا بسحل تحت الارض، ولما بسحل تحت الارض بيروح لهذا الاشي اللي اسمه باك رومز، الغرف الخلفية. Sound, camera, rolling. All right, and action. هذا الفيديو قال على أساس ب 23/9/96. All right, cut, cut. That was good, guys. All right, that was good. I'm thinking we get a wide angle and then we're done. Okay? All right, yeah, cool. Like, how much further? ناخذ زاوية عريضة ومنخلص بقول له. بعدين. Whoa. يعني هذا تعفشك وتفركش وسحل في الباك رومز. A short film by Kane Pixels. Hello? Hello? Hey guys. اوكي هذا مرعب. What is this? هذا مرعب. هيك مرعب. بتقول ليش الجيم اللي شفناها قبل شوي الهبلة هاي؟ لأنه في صوت حدا بيحكي. اوكي this is creepy. This is creepy as فنونس. Hello? في حدا كان. Someone there? Yes, someone there. Yes, someone is there. في حدا عامل لك وي هيك. استنى ولا. أنا خفت. خرب بيتك. طلع طلع. Hello? Someone there? Yes. في حاجة سودة. This is creepy. اوه على فكرة الموضوع مرعب صار للأمانة. ألب الموضوع ألب. اللعبة اللي شفناها قبل شوي اللعبة اللي شفناها قبل شوي زي ما حكى حمزة لعبة صالونات وحدا بركض على تريدميل وبيقيس لي كم متر بركض وحل عني. بس اوه ماي جاد اكيد في فرق. What the hell. على فكرة انا اكتر افلام رعب بتوترني وبتحطني على اعصابي اللي بتكون شغل تصوير الكاميرا المحمولة هاي، زي The Last Exorcism، زي Grave Encounters، زي Quarantine اللي شغل احمل الكاميرا واركض. اكتر من اكتر افلام اللي بتوترني وبتحطني على اعصابي. Can anybody hear me? This is creepy. Hello. Damn it. أنا بعتذر من الآن إذا صرخت. في حدا هناك. أوه كوكوكوكوكوكو جنبو. في حدا هناك. ركزوا هون. شايفين هذا السهم؟ ركزوا هون. في واحدة كأنها شبحاية ولا حاجة كده جميلة. ملكة جمال الأشباح. ركز ركز. طلع. This is creepy. شفتك يا. ايش است الاسهم؟ هولي شاف نونس. وين هذا؟ هذا كله ما كانش في الجيم. What the hell. What the hell. انت بتضحك ولا بتعيط؟ نفس الاشي. Don't move. Thank you.
creepy. واسحل. لا 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 تسحلش. زبطت معه؟ طلع؟ لا لسه اصفر فوق. ايش في وقت ليش هيك؟ What the hell? يا امي هو اللي صمم هاي الاماكن؟ هلا هو مش صعب بس للأمانة الفكرة مرعبة وربي مرعبة الفكرة عن جد مخيفة. هذا نفس اللعبة اللي لعبناها. يا حبيبي الأصفر صار أبيض. انت وين؟ هولي فنسنونس. What the fuck is this place? What the fuck is this place? This is creepy. والله creepy. يلعن. سنة واقف. والله ستايله زي ستايل الأفلام اللي أنا حضرتها مرة ومع التاش لأني خفت. حاطط لك حدا بركض. اركض باتجاه. أوه إنت فري. What the fuck? This isn't real. This isn't real. This isn't real. Oh فنون إثمان. God. What the hell? Jed. Oh, ya hazin. Ya hazin. اللون الأصفر كئيب. اللون الأصفر هو كئيب. والله كئيب اللون الأصفر للأمانة. في معنى من وراء هاللون. والله الكئيب اللون الأصفر جايبينه في هاللعبة. استلمك يا معلم. لا الا نزول. يا ويلي عليك. يلا اسحل. هذا نزول. عايش؟ وين وقع في داينو كرايسيس؟ This is creepy as فنونس. في فيديوهات تانية؟ Oh my god. في فيديوهات تانية؟ هو زي كأنه سحل في بعد آخر
وبعدين هذاك الاشي دفشوا وطلعوا من هذا البعد، بس المخرج كان في السماء. اوه ماي جاد، ويلي حسيت حالي انا اللي دفشت، بحكي النور. يس والله ديم شاطر، هو اللي عاملها صح؟ صاحب القناة كين بيكسلز ضميره عايش ولا مات معاه؟ بضلش غير الشجر والعصافير و داينو كرايسس. للأمانة إنه حلو كفيلم قصير مرعب جميل جدا، بس مش يجيني كوبي رايت عليه يبهدلنا. والله رهيب، يعني بجوز أخذ هذا المقطع من الستريم وأحطه على القناة الأساسية لوحده، يعني لأنه مش محسوب له حساب. It's so nice. وعلى فكرة إذا بلاقي إنه عادي إنه أعمل رياكشنز عليهم، بعمل رياكشنز على هدول التنين اللي تحت، باك رومز ميسينج بيرسونز، أشخاص مفقودين، وباك رومز فيرست كونتاكت، الاتصال الأولي. فيديوهات قصيرة بس بعمل عليهم رياكشنز، بس شو اسمه أتأكد إنه الوضع تمام. بس للأمانة ممتاز، you did a great job Ken Pixels, it's amazing. أنا زي ما قلت لكم، أنا اللي بيحب هاي الأشياء يحضر هاي الأفلام. Grave Encounters الجزء الأول مش الثاني، الثاني مش حلو. The Last Exorcism عندكم، Quarantine عندكم، شو اسمه Cloverfield، أوه Cloverfield ثلاث أجزاء رهيب، Cloverfield و هدول كلهم found footage، هدول كلهم شغل كاميرا محمولة. وإيش كمان، شو كمان أفلام حلوة زي هيك؟ اللي بعرف أفلام زي هيك found footage اكتبوا لي إياها في التعليقات. والله حسام في قنوات تقدر تعمل رياكشن عليها من الفيديوهات دي found footage، في منها حقيقي. ما هو أنا بدي أتأكد مين، لأنه مش سهل تأخذ فيديو من قناة وتنزله عندك، ممكن لازم تاخذ اذن بيرميشن، لانه ممكن يجي عليه، ما بيجي سترايك بيجي كوبي رايت، فما بحب هيك انا صراحه. ودان اسم الله شكل القناه كبيره، يعني مش سهل تتواصل معه وتاخذ بيرميشن. ايوه وبارانورمال اكتيفيتي، مش كل الاجزاء بس بارانورمال اكتيفيتي برضه من الافلام الفاوند فوتج الحلوه. ببعت لك كم قناه لو حابه تعمل عليهم رياكشن. اوكي يس 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 يس. واز ذا فورث كايند فاوند فوتج. شايف حمزة؟ الفيلم اللي حكى عنه حمزة هو من أكتر الأفلام اللي حضرتها في حياتي صرعا ورعبا، وهيني ما ذكرته لأني واضح أني حطيته في الخلفية المظلمة في عقلي وبديش أتذكره. Fourth Kind عمي، في فيلم اسمه Fourth Kind، هو نص بنص على فكرة حمزة، هو نص بنص، نص found footage ونص تصوير فيلم يعني، بس برضه من الأفلام الصرع. yes. صاحب القناة مسوي هجوم العمالقة واقعي. طب بالله تأكدوا لي صاحب القناة بنقدر نعمل رياكشن على فيديوهاته؟ طبعا رح نعطيه كريدت، رح نذكره أكيد يعني، بس مش عارف. علوم أنا رح أتحاول أتواصل معه إذا عامل أشياء فظيعة زي هيك، بحاول أتواصل معه وباخذ منه إذن، بضلني في السيف سايد. Yeah, it's so nice. Okay, أصحابي. إيش اسم الفيلم؟ أي واحد؟ آخر واحد اسمه The Fourth Kind. هيو كاتبه حمزة فوق يا هنك. حمزة أبو عيد هيو كاتبه The Fourth Kind. هذا الفيلم اللي أنا بحكي عنه. أيو كتب لك يا شناوي. Yes, هاد صرع. هنك دير بالك معلم لما تحضر، الأمانة بعمل حالة نفسية. احلى شيء هاي يسعدك. لا الخير حجي الان. والله احنا وين بلشنا الستريم وين انهيناها مش محسوب حساب، بس للامانه رهيب. انا لاني بعشق الفاوند فوتج، انا بعشق الفاوند فوتج، بمجرد ما اشوف كاميرا محموله بالايد بتتحرك بقعد على اعصابي، انا بقعد على اعصابي، بخاف منهم، بوتروني على الاخر لانه بحسه حقيقي. بحسه حقيقي على الآخر، بوصلني شعور إنه حقيقي، بشوفوش كذب، بشوفوش بشوفوش فيلم أو إشي، بخاف على الآخر. بصير علي ودي، بصير علي ودي ويجيبه أسرح وبخوف حالي بزيادة. yeah.
في فيلم نفس الفكرة اسمه Vantage Point. الله أعلم إني شكلي حاضرة هذا يا عبد الرحمن. Vantage Point. والله جز حاضرة. الاسم مش غريب علي. شكرا يا حسين يسعدك. بتوتر إذا في فيلم بيكون عبارة عن كاميرا محمولة بوترني لأنه بحسه حقيقي. لأنه بكونش فيه. هلا هو بكون فيه مونتاج وإدت عادي فيلم بالنهاية بس بحسه أنه بكون مش معمول إشي كله حقيقي. Yes. The Shallow. Oh yes, حضرته هذا. هذا حلو كمان. أصحاب الجميلين, احنا وصلنا لنهاية الستريم. إذا عجبكم لا تنسوا اللايك والشير. ليش بنهي فيديو قاعد أنا؟ أصحاب الجميلين, أنا سطلت أخش في الحياة. إيه؟ What the hell؟ إيش عملت؟ حسام شش. كنه رجع في الفنونس. سكر. سكر. اوكي, هذا اللقطه هاي اللي عملناها خلينا ننزلها على القناه الاساسيه. حلو والله, بتستاهل صح, انا مش بحسبها الحساب. بنعمل رياكشنز على اشياء ثانيه. يا واي نوت. يب, نراكم على خير يا حلوه, لان انا سطرت. نراكم على خير, دمتم بخير. بكره ان شاء الله ان قاعده في تويتش ان شاء الله نكمل بليتش لانه الارك عجيب. وبكره في مفاجأة, بكره في مفاجأة في تويتش, ترقبوها. يس, راح اعلن عن اشي رهيب. راح اعلن عن اشي اللي بيحضروا عندي انمي راح يحبوه. يس يس, راح ينبسطوا فيه كتير. هو شوف بلاك كلوفر انا حاطه شوي على جنب لانه بصراحه الارك اللي انا فيه حاليا في بليتش لا يحتمل التاجيل نهائي. الارك جدا حماسي, الاحداث جدا متسارعه, فمش مشكله. انا ما اعطي حاليا وقت بزياده لبليتش. وبعدين ما شاء الله التفاعل في بليتش مشجع صراحه. التفاعل في بليتش يعني لما مشينا في الحلقات اكثر صار اعلى واحسن, وذكرني بالتفاعل ايام هانتر. فانا مبسوط جدا في هذا الموضوع, محمسني كتير. فعشان هيك, وبعدين غير هيك, غير موضوع التفاعل, الارك حماسي بدرجه مش طبيعيه, رهيب. فياس بنمشي بزياده ببليتش, بس يخلص الارك بنرجع لبلاك كلوفر. اتس اوكي. بعدين برضه نحضر الانميات الجديده, جمعوا حلقات المفروض من رمضان لهلا. حابب احضر هذا توموداشي جيم نكمله, ونكمل اسامه رانكينج كمان نعطيه فرصه. اوكي, اول حلقه كانت عجيبه بس نكمل. اتس اوكي, نعطيه فرصه. اوكي, تصبحون على خير يا حلوين, دمتم بخير. شكرا للدعم, شكرا لللايكس, شكرا لكم كلكم يا حلوين. تصبحوا على خير. انسيو ليترز اليجيترز.